خلص العيد وخلصت الامتحانات وداخلين على أجازة الصيف. حقيقة في رأيين فيما يتعلق بالأجازة. رأي بيقول مفيش داعي للترتيب، هخلي ولادي يعملوا اللي هم نفسهم فيه بقى أجازة، يعني طول الوقت كان مذاكرة وامتحانات فسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه. الرأي التاني شايف إنه لأ، ما ينفعش، لازم ترتيب ولازم جدول للأجازة. مش معنى إنها أجازة إنها تبقى عشوائية، لازم ولادي يتعلموا ان حتى ايام الاجازه لازم نقضيها في حاجات مفيده. بين الرايين في كلام كتير جدا هنناقشهم في الفقره دي، واللي مشرفنا فيها الدكتوره الجميله سهام حسن اخصائي نفسي وتعديل سلوك، ونبدا الكلام. اهلا بيك يا دكتور سهام، منورانا. والولاد بقى هيقولوا انت هتاخدوا مننا الاجازه وتاخدوا مننا العيديه، هل احنا نسيبهم كده بلا نظام وخلاص بقى كله يفك، ولا يبقى في نظام في استخدام الوقت في طول الاجازه، وكمان عيديه العيد هل ممكن نستثمرها ولا لا؟ اكيد طبعا ناخدها احنا بصي علينا على العيديه. ايوه اهالينا في امهات بتعمل كده، هل ده صح نفسيا؟ اللي هو اه هاتي حبيبه شيلها لك، شيلها لك معروفه كلنا طالبين هاتي حبيبه شيلها لك. بصي مبدئيا كده احنا عايزين نفتكر بس ان احنا ما خلصناش الامتحانات كلها، يعني عشان النهارده حبايبي الثانويه العامه اول يوم ليهم. ربنا معاهم يا رب ان شاء الله ويجعل كده الامتحانات لطيفه ولذيذه. خلينا بقى نرجع لموضوعنا الاساسي، انا مع انهي نظريتين انهي اتجاهين؟ خليني اقول ان انا مع الاتجاه الاول اللي هو بتاع ان احنا نرتب ونحط جدول ويبقى في خطه لكل حاجه احنا عايزين نبدا بيها الاجازه. ليه بقى؟ لسبب بسيط جدا، اي عاده الانسان او الطفل بيبدا يكتسبها بتاخد لها دوره 21 يوم. يعني انا عشان ابدا نشاط جديد او ان انا اتوقف عن عاده معينه انا محتاجه التزم 21 يوم. فانا خلال ال 21 يوم دول انا لو عودت ابني على اللا شيء او اللا نظام انا هبقى يعني للاسف بتكبد عناء اول الدراسه. اللي هو المدرسين بيشتكوا للعيال جايه نايمه على نفسها قبل الدراسه. اه بالظبط. طيب عندك يعني خلاص بسم الله هنبدا الدراسه، بتلاقي العيال جايه نايمه على نفسها عايزين يقضوا قلبين الليل نهار وسهرانين في الساحل، عايزين يقضوا اوقات كتير على التليفونات او قدام التلفزيون. فليه؟ لان هو اتعود طول 3 شهور الصيف على هذا المنوال. فانا بالتالي انا مع ترتيب الحياه جوه الانشطه الصيفيه اللي يقدر ابني يستفيد منها، وفي نفس الوقت اللي انا كنت حاطه له خطه ان انا استغل فيه مهارات ابني واطورها من الحاجات اللي انا لاحظتها في وقت الدراسه هي دي اللي اشتغل عليها. أيوة. بمعنى يعني انا محتاجه ان انا اقسم مثلا وليكن انشطه حركيه اللي هي الرياضه، تمام، انشطه معرفيه او مهاريه اللي هي الحاجات اللي انا محتاجه انمي فيها مهارات ابني زي التركيز والانتباه والذاكره، مهارات اكاديميه الحاجات اللي هي واقعه منه مثلا وليكن لغه عايزه ادربه او اخليه ياخد كورس مثلا في لغه، اخليه يدخل مثلا حاجه زي كده، ووقت بسيط جدا للعب الحر. اوكي اللعب اللي هو العشوائي اللي احنا بنقول عليه اللي هو جوه البيت مثلا بيعمل بيرسم بيلون بيرتب مثلا حاجته بيرصص العربيات ويلعب بيها، لعب حر لانه برضو الطفل بيستفيد منه ان هو ايه، عارفه انت المساحه اللي بشم فيها نفسي مش محطوط لها خطه. طب احنا عايزين حر نكمل كمان نقول لجمهورنا ان احنا لايف على الصفحه، واللي عنده سؤال لدكتور سهام يخص الاجازه وازاي نستفيد بالاجازه او عيديه العيد نستثمرها ازاي هنشوف. وموضوع تاني، اي موضوع تاني يخص ولادكم طبعا احنا في انتظار اسئله حضراتكم على صفحتنا. طيب